كنت عايز اسال حضرتك يا شيخ على حديث ان هذا القران نزل بحزن ان لم تبكوا لا 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 يثبت ان هذا القران نزل بحزن ان لم تبكوا فتباكوا، لا يصح. طيب حكم انكاره لان انكرته على شيخ و ها؟ واتهمني بالكفر يعني. ها؟ حكم انكاره لان انا انكرته على شيخ. لا لا يثبت، قل له اساله سؤالا اين هو، بس اساله سؤالا اين هو، اين سنده؟ بس هل انكاري لي غلط؟ لا انت بس بالادب في الكلام، ساله اين هذا الحديث حتى اراجع سنده، بس كده. بس انكاري لي يعني لو قلت ان انا يا اخي قلنا لك ليس بكفر، الله يغفر لك انت وهو يا اخي. سلام عليكم. بكفر؟ ايه اللي جاب الكفر هنا؟ السلام عليكم. ماشي، شكرا خالص لحضرتك. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.